والحقيقه اللي بسطنا من ماتش امبارح مش بس النتيجه وضربه البدايه القويه والرباعيه بلا رد زي ما بيتقال، لا، اللي عجبنا اكتر الاداء. شفنا ضغط هجومي من النادي الاهلي من اول لحظه، شفنا فرص كتير مصنوعه بمنتهى الجمال توجد طبعا بهدف في الشوط الاول في الدقيقه 44 من اسيست عالمي لامام عاشور ملعوب بمعلمه لرضا سليم اللي طبعا سجلها مباشره في مرمى النادي المصري. وتحسوا حضراتكم ان الاثنين كانهم بيلعبوا في النادي الاهلي ومن زمان كمان. صحيح. مش لسه صفقات جديده باي حال من الاحوال. وكمان مودست كان ليه فرصه مؤكده في اول 10 دقائق من الشوط الثاني، لكن الحقيقه لاعب النادي المصري خرجها قبل خط المرمى وانقذ بالتالي فريقه من هدف جديد. عجبنا كلنا الهدف الثاني بتاع بيرسي تاو في الدقيقه 69، استلام ولا اجمل تثبيت للكره ولا اروع، وتسديده رائعه 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 بالمعنى الحرفي للكلمه. بص كمان الهدف الثالث انا عجبني جدا يعني لبيرس تاو وصناعه امام عاشور اللي كان امبارح بصراحه اكثر من رائع، بقى سميه رجل المباراه سميه رجل المرحله، بس امبارح يعني الجماهير كلها كانت سعيده من اداء امام عاشور تحديدا، وكان احلى ختام كمان للماتش هدف كريم فؤاد اللي انا شخصيا يا كريم سعيده جدا بيه بعودته طبعا بعد اصابه يمكن يعني وغياب كانت شهور طويله اكثر من 6 أو 7 شهور كمان، فبتعلن هنا او هو بيعلن بدايه موسم قوي كمان النادي الاهلي برباعيه نظيفه. وفي المجمل الشكل زي ما انت قلت كان حلو جدا بالامس من بدايه التشكيل، كمان الضغط الهجومي اللي احنا شفناه للتقسيم في الملعب لروح اللعيبه اللي هي زي ما بتقول بتصالح الجماهير.